السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه النهاردة؟ بإذن الله هنعمل فرخة محشية بالبصل. دي فرخة بتاعت حشو صغيرة، مكوناتها بصل متقطع مخرطاه دواير، قطاية، فلفل رومي واحد، فلفلية واحدة، فلفل اسود، دي سماق، ملح، زيت. هي دي طريقتها، يلا بينا نعملها. حاجة هنحطها البصل، هنحط معاه الملح والسماق، تمام، والفلفل الاسود زي ما انتم شايفين كده، وهندوبهم بقى، هنعجنهم مع بعض كده شويه زي ما انتم شايفين. تمام، هنحط الطماطم وهنحط الفلفل الرومي، اللي بيحب فلفل حراق مفيش اي مشاكل ولا اي حاجه، بس طبعا اللي عنده اولاد بيكون حريص على ان ايه، ونخلطهم كده مع بعض. بعد كده هنجيب الفرخه، بعد كده هنحشي بقى الفرخه بالبصل اللي احنا خلطناه بالقوطه والفلفل الرومي، ونحشيها كده زي ما انتم شايفين كده. ندخل في الجوانب كمان بتاعت الفرخ. اهي شايفينها زي ما انتم شفتوا، حشينا الفرخة، بصوا بقت قد ايه كده. وهنحط لها زي كوباية مية بحيث انها تستوي مع نفسها زي ما انتم شايفين كده، وهنحط طبعا زي معلقة زيت كده، ونغطيها بالفويل. وبكده عملناها بالألمونيوم وهندخلها الفرن، ونتابعها كل ما تعوز يعني زي نص كوباية مية نزودها لحد ما تستوي، وبعد كده هنشيل الألمنيوم من عليها ونسيبها تتحمر وشها. وادي الفرخة يا حبايبي بعد ما استوت، بصوا شكلها بقى جميل ازاي ومحشية، وطبعا البصل فيها من جواها ومستوي وجميل جدا اهي. لو عجبتكم الطريقة دوسوا لايك على الفيديو واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس عشان ينزل لكم كل جديد. باي باي.